منح ركلة جزاء للشبيبة أو تابعوا الملخص كاملا فيما يلي. الركنية أيضا تنفذ داخل منطقة الجزاء والقراءة الدفاعية حاضرة وركلة جزاء. ركلة جزاء يعلنها حكم المباراة غربال لمصلحة شبيبة الصاورة من ركنية نفذت. غربال كان قريبا. غربال تواجد داخل منطقة الجزاء وركلة الجزاء أعلن عنها الحكم لمصلحة داود. والفرصة مواتية لبلال مسعودي لإضافة هدف جديد لرصيده ولتسجيل الهدف الأول في المباراة. بلال مسعودي يتقدم. بلال مسعودي جول. مسعودي يسعد العشاق ويضع الصاورة في المقدمة. نسور الصحراء يحلقون مجددا ويصلون إلى ملعب الدار البيضاء ويعلنون عن التقدم على حساب فريق نادي بارادو. وللعودة أيضا إلى أجواء هذه المباراة. بوعطة هو الذي يسدد قوي. جول 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 جول. الصاروخ انطلق وحارس مرمى الصورة سعيد زكريا لم يتمكن من صد الكرة. وكيف لك أن تصد صاروخا عابر للقارات مر واخترق حارس الصورة وأدرك التعادل لفريق نادي بارادو بقوة كبيرة. سدد وركز بالشكل الأنسب ووصل إلى الشباك. مسعود سجل للصورة وأبو عطا طارق يعدل الآن لنادي بارادو في ذاك الشباك. محاولة جديدة، مراوغة جديدة، تسديدة جديدة، ولكن الدفاع بشكل رائع. عادت إلى مسعود من جديد داخل إلى منطقة الجزاء. جول 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 جول. اشتعلت المباراة. إبداع وإمتاع. نعم إبداع وإمتاع. سيناريو مغاير. مباراة هيتشكوكية مجنونة في آخر ردهات المباراة. فريق يسجل وذاك يعدل. فريق آخر أخذ الأسبقية الآن بهدف ثاني ورائع عن الصاورة وبارادو. أتحدث، ها هي الفرصة مشاهدينا الكرام. بلال مسعود لم يفقد